من بين التصريحات اللي داروا البوز كومين في فيستيفال ديال مراكش التصريح ديال سعد جي اس كون ممثل سعد جي اس كون شوفوا التصريح ديالها نتمنى ان يتم تكريمي في مهرجان مراكش وفي جميع المهرجانات المغربيه افتخر بها وزعما وبالنسبه هذا شرف انني نكون من المكرمين في مهرجان مراكش. انت من الممثلين والممثلات اللي عندهم تكوين واللي عندهم تجربه، واش ما كيزعجكش اليوم ان الوسط الفني اللي جاي يدخل في اي مجال كتلقاي ولا المجال فيه وفيه يعني الله يهديهم علينا. الفنان الاصيل راه باين فنان. ما كيزعجكش انت يا لا ما كيزعجنيش لان كيف انه حسب راسو طالع كينزل يعني شوفي اللي فنان كيستمر والتكوين ضروري ومؤكد ما كاينش وخصوصا حاليا كاين المعاهد وكاين التجهيزات اللي باش يكون راسو يقرا ويكون مثقف وقاري يعني باش انه يكون فنان لان هاد المهنه راها شريفه. كتطلب انها تكرم في الفيستيفال ديال مراكش تخوف كأن هي دابا خاصها تكرم في الفيستيفال ديال مراكش. ديجا بوغ مون التكريم ما كيتطلبش خاصني عاد نكرموك ما كنطلبوش التكريم. التكريم ما كيتطلبش هذا مهرجان ديال السينما جيماجين با بون استاذة سعدية اس كون فنانة كبيرة ودارت المسرح دارت الفازة ولكن في السينما انا لا فيغيتي ما عمرني شفت لها شي اعمال سينمائية يعني اللي دارت ضجة يمكن لعبات فيلم ديال المسيرة الخضراء اللي مع رشيد الوالي جو بونس مهم فيلم ديال المسيرة الخضراء ابخي الفيلم ما دار شي سوكسي يعني خطير مي في السينما ما كنعرفش انا زعما شي اعمال في السينما التكريم في السينما ديجا ملي كتكون انت ممثل كدير التلفازه وكدير المسرح وجيتي لمهرجان السينما دونك اسم توا اوغ هادي دو ان باسكو كاينين بزاف الناس داروا السينما وما تعرضوش وما كيتعرضوش ديجا لو في ديال انك تطلب انك تكرم فالتكريم كيتعطى كريم ما كيتطلبش كريم كتعطى بحال غدير مثلا فيديو غتقول لهم المخرجين والمنتجين انا راه ما كتعيطوش عيطوا لي انا كنعرف نمثل دونك بوغ ما سي لا ميم شوز فالتكريم كيتعطى التكريم جيماجين كتكون واحد اللجنه اللي كتقرر شكون غادي يتكرم فكيتكرم يعني ولا ليس انا بالنسبه لي انا ليس طويله جدا باش الانسان كيتكرم فديجا الانسان اللي كيجي للمهرجان ديال السينما كيجي لها بجلابه بحال غادي للحانوت دونك اوكي التكريم اون فو بيان ولكن الفضيحه اللي جا نكرمك جيتي لابسه جلابه انت كنت هاد لي ديتاي مهمين بالنسبه لك سي نسيت كنتو راه لافيشاج تما كيكون لافيشاج راه طابي بين واحد كل شخص شنو لابس كاين اللي كيجي لابس ديك دربانه كاين اللي لابس حوايج طوال كاين اللي لابس حوايج عراض كاين اللي لابس حوايج ديك ستراتيغيس كاين اللي لابس قفطان تاع الركبه كاين اللي بحال شادي بالحشان قينها كاين اللي لابس قفطان ديال الحنه نو مي كاين اللي ظهرو عريان ظهرها عريان وما نقولش لك دوي مثلا نو مي وي اوكي الفنان حنا وفنانين انا تصدمت فيهم باسكو كنموت عليهم كفنانين كنموت على الفن ديالهم هذا مشكل دونك ديجا انت كتعطي الفن او انت كتعطي الفن ذاك البوز الخاوي لاش خليف تعرف لاش خليف تعرف بخدمتك لي فلو خليف بادوارك خالف بالجرأه ديالك في ادوارك خالف بواحد اللعب متميز بواحد التقنيه جديده في التمثيل بدي فورماسيون ديرهم من خالف بان كوستيم جاي عقده قرن هنا ولا عقده قرن لهي باش ندير البوز ديال ثلاث ايام غادي يتنسى ولا معكر نص تعكيره سا سيغا غيان ولا كحلي عين وخلي الاخرى ما جنون حنايا زعما بوغ فيغ لا ديفيرونس لا ديفيرونس ملي كنشوف الميراج ديال البحر الاحمر وشنو لابسين لي زاكتريس واو 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 النجوم بعدا اللي حاضرين لا ما نجبدوا ثاني هذا الموضوع النجوم اللي حاضرين ولي ستار كيفاش كيدهو مع لي ستار امريكان كيفاش شارون ستون كتشطح حدا نانسي عجرم كيفاش نبيل عبيد لابسه مرا عندها قرن باقا واقفه عظم كيفاش كوما لي جون يسابي حنا ديما خصنا ديما تشحات ولا ما عديش ولا ديما حنا الشرق اللي فيه حوته باش نبينوا اننا فقر انا ما كنصوروش الفلوس ديما باراكا دايوغ جي اون كيستيون بارابور ا سا جي اون كيستيون بارابور الاعمال السينمائيه حتى انا ماشي اكسبير بحال كيوسف دابا فيستيفال سينما تيكون من عام لعام اوني بيان داكور دونك لاكتور او ليكيب عندهم عام باش يخدموا ان برودوي اللي غادي يكون ولا العكس خاص يقدر يكون ان فيلم انسيان كيرجع عاوتاني على هذا عندك عام واش في هذا الدومين هذا فاش يكون ان فيلم غيكون خدام كيكون ان كاستينغ ولا تيكونوا دي زابيل سيبلي جو تيكسبليك بغيت نقول انا عندي فيلم غنديرو داكور عندي فلوس عندي كلشي لي زاكتور خاصني نشوف الكاستينغ ياك واش انا كنورغانيزي ان كاستينغ افيك بحال دابا الرول برينسيبال يجيوني شي خمسه سته سبعه سا ديبون ونختار لو ميور ولا جابيل ديريكتومون لا بيرسون كونسيرني
سا ديبون كاين هكا وكاين هكا حيت نورمالمون ميم برا ميم في هوليوود وفي الفيلم هذا سي دي كاستينغ كتلقى جوني ديب براد بيت دونك اي سون لا pour le casting, c'est-à-dire qu'il me jure, bouge radis douze ou là, Ed Kinney bien sûr les films formés pour la personne qui a été choisie. Kinney les deux, ça fait neuf films. Il faut donner la chance le casting. Ma gossip, ma mégite gossip, plus que 26 machines. Ça, ça me fait. Ah mais qu'est-ce que douze ou les castings le film? Non mais qui je m'attarde. Tu es obligé de passer. Non mais là qui douze. Qui bzef? Non mais ribé. Est-ce que le film a été légué pour être le casting? نقولك انا ندوز كاستينغ انا ما تعرفنيش انت ما عرفنيش انا شفتينيش شنو تلاقي هادوك ما كيخدموش هادوك سي سامبل هادوك اللي كيقولوها الميكروغرافيزاتور للبروديكتور سورتو البروديكتور كيعرف ان الكاشي ديالو كيكون شويه عالي دونك كيفرح كيقول ها شي شكتك خذ فلان قلت لك داخل 10000 ريال دونك فوالا قلت لك داخل دونك البروديكتور كيفرح اولا غيليزاتور بروديكتور حنا دغيا عندنا داكشي كاين خدام في وسط البروجي ودغيا كيتقتلوا كيطرم السيناريو حيت داكشي كيطيروا فيه السيناريو كيتبدل في جوج دقائق عادي جدا وما تقدرش تقول راه وقع ولا طرا ولا لا جبت لك هذا الموضوع بارابور للسيديال مثلا او غيرها 100 اشهر الادوار تاعك هو اللي منانا لا لا منانا وين في التالي ولا منانا لا ماشي درت انا اخرين لا وكيف كتمثل انت خرجت لا منانا وشحال هادشي شكرا جو بونس دارت حوايج وحده اخرى جو سي با جو بونس كدير المسرح جو بونس دارت كندوي الاشهر الاعمال اشهر الاعمال وي يعني دابا انا مثلا نسول ساره مواطنه مغربيه ماشي ما دخلتش في الدومين السينما فين الشيء تاع ديال زبون كتمثل نقول لك لا منان وصافي ندرت الدور ديال الام alors que là il faut c'est un travail c'est un travail راه ماشي عندهم لا شانس تكون عندهم مزيان نتمنى Okay.